اخبار؟ السلام عليكم، وش الله الاخبار؟ يسترك. عليكم السلام. الله، الحمد لله اخوي عامر، وانت صحتك؟ والله بيا الحمد لله. سؤال عليك، وش الحمد لله اخبارك؟ وش اخبارك الحمد لله اخوي، رانا معاها، رانا شي شي خلاص. يا اخويا؟ جاي تحكي لنا حكايتك اليوم؟ واقيلا لو جاي انا ديما. عمي نبدا لكم من الاول كاع. مرحبا اخويا، الزرع ينبت. زيد راح بك اخوي، بارك الله فيك. المهم خويا عامر، انا قبل ما تجيني الغربه هذه كاع في راسي، جامي درتها في راسي، جامي دخلت لي كاع الغربه في راسي. انا كنت انسان خدام مستقر في البلاد بخير الحمد لله عليه. المهم اخويا، انا واش درت؟ قلت لك، قلت ندير لا تركي، قلت ما نحرقش. درت لا تركي الاولى، عطاو لي ريفو، سبحان الله، تقول انا منحوس. يا جدك لا تركي عطاو لي ريفو. درت الزوجه، دبرت فيها فيزا ديتود، دبرت فيها فيزا ديتود. كي دبرت فيها فيزا ديتود زعما نروح نقرا تركيا في الترك. سقمت لي ب 7 ملايين، راني شافي من عند واحد السيد بويري، والله غير بعثتهم له في السي سي بي غير بالثقه، قال لي ادفع في سطيف. رحمة ربي رحت طلعت في، دفعت في الجيت واي هذاك تاع السطيف، سمانه ولا 10 ايام ولا شحال هكذاك، عيطوا لي قالوا لي روحت، قالوا لي مفيدكس في بجاي، قالوا لي باسبور كا وصلوا فيه الفيزا. فرحت، نقول لك العرس، شفت نهار اللي عيطوا لي قالوا لي رانا عطينا لك الفيزا، عشيه صونا لي صاحبي قال لي السمانه الجايه اذا بغيت تخرج. ولدي بغيت نكذب عليهم في الدار، بغيت نقول لهم بلي ما عطاوليش الفيزا باش نعطيها، شغل بغيت نروح، بغيت انا الحاجه السهله، فهمتني؟ ما بغيتش الترك الكواغط، من بغيت نعطيها ديريكت. المهم اخويا واش درت؟ انا قلت لك شغل بالفرحه هذيك ما قدرتش نخبي الفرحه، قلت لهم في الدار، قلت لهم عطاو لي الفيزا، فرحت يما، تقول عطاو لي فيزا للالمان. فرحوا، من الوحيد اللي ماشي راضي في الحكايه هذه كاع بابا، وانا تلمون كونيكتي تما، والله ما كنت نعرف كاع بلي كاينه حراقه من الترك ومنا. انا تلمون كونيكتي تما بالسيرفر تاعهم، كانوا يخرجوا لي في لي فيديو تاع تيك توك، خوتي رانا وصلنا، رانا في البانيا، رانا في المانيا. انا عم بالي مور الواد كاينه الالمان، ما عم باليش انا، والله ما نعرف حتى حاجه، ما نفقه فيها حاجه. دخلت واحد الجروب جزائريين في قطر، قلت في قطر، مرضتني قطر هذه خلاص، جزائريين في تركيا ولا، بارطاجيت، قلت لهم السلام عليكم خوتي، قلت نسيها بضحكه بالك تصدق، باسكو في الدار على بالي مش راح يستقبلوني، بابا ثاني نوصل يقول لي رزق الشك روح وين تبعد الاخر. كي وصلت اخويا، كي بارطاجيت في الجروب، بعث لي واحد القبايلي اسمه نسيم الله يذكره بالخير، راه في فرنسا، قال لي مرحبا بك، منين من بجايه ومن ومن، خرج قريب جاري هو من القصر وانا من تيشي، تلاقينا، قال لي روح لي لشيري نيفلر. قلت له ما نعرفش كيفاش يجوا، قال لي طلع التقسيم الفوق تلقى واحد لي بيس صغار روح فيهم. خلاص قفلت الدار، رحت لي بيس هذو الصغار، وانا ما نعرف لا تركيا لا والو، اونجلي نحكي على كل حال، هما ما يعرفوش في الترك اونجلي. قلت له شيري نيفلر، قال لي هذيك هي. اداني، كي وصلت لما تلاقيت بهذا نسيم قصرنا، لقيتهم كارين واحد الشبابي هكذا الفوق اسمها يوني بوسنا هذيك البلاصه. دخلنا الجرلو الوسخ، قلت يا اما وين كنت وين رجعت، واحد يشوف فيك من، واحد يشوف، ما فهمت والو، فهمتني والله. العياط داخل الكوزينه هذيك ما نحكيلكش، ابقى يحكي لي صاحبي، قال لي انت جاي واش جاي دير هنا؟ قلت له انا اللي نلقى نحكي له، قلت لهم هذه حكايتي، حاروا كاع مني كاع، غلطوني الناس. قالوا لي يا ولدي جوك الكواط لفمكم. قلت لهم لا غالب منا منا. قالوا لي خلاص بقات لك غير الحرقه. بداو يحكي لي الحرقه واش فيها، ساكود ودي هكذا تدي هكذا تدي هكذا، بدات تعجبني ليدي، بدات تدخل لي الفكره في راسي. تامن الدار اللي كنت فيها، بقاو لي شي ايامات فيها، بقاو لي ايامات، ابوندونيتها، سمحت فيها، والله سمحت فيها، وليت نعيش تما باسكو عجبوني لي زيستوار، شغل بغيت نتحل واش كاين في الحرقه، واش يليق واش ما يليق. ما بقاوليش بزاف فيها ايامات. المهم السيد ما بغاش يرومبورسي لي تاع ار بي ان بي على كل حال، قلت له نانيلي، قال لي ما تقدرش، قال لي خلاص كريت، قال لي ما كاش كيفاش. قلت له معليش سمحت فيهم هذوك الايامات. كنت نعيش في شيري نيفلر، وكانوا عندي شويه دراهم اخويا عامر راك معايا، كانوا عندي بزاف، ما نقول لك بقاولي دراهم بزاف، صرفت برا، كنت ناكل برا ومنا ومنا ودراهم لي والله. اي انا ما عرفتش قيمه الدورو تما، ما في تركيا الدورو عنده بلاصتو اقسم بالله يا اخويا عامر. قلت لك بقيت ندور مع القبايلي هذا، واحد الجيرو واحد اخر، شغل سبحان الله، ألفت قلوب، ارتحنا مع بعض، قاعدين نقصروا قاعد، لقاوني وليد فاميليا كذا، ما نعرفش شغل، ما نعرفش نقول لك ما نعرفش، ما نلعبها لكش فاهم، فهمتني؟ ما نعرفش اخويا الحرقه، احكي لي. بداو يحكوا لي ويحلبوا فيا ومنه ومنك، شغل قلت لك ارتحت، قلت لهم اخوتي انا لازم نديرها ما رجعش للبلاد. قالوا لي تقعد تعيش معنا، كريت معاهم تما ب 50 اورو، راني شافي كيما اليوم الكره ب 50 اورو دوكا، والله واقيلا ب 200 اورو ولا ب 150 راه. قلت لك
كريت معاهم تما فوتنا يا متشابين كل يوم نخرجوا هكذا يوريو لي واش كاين واش ما كانش النقاط منا واحد النهار تلم الجروب فيه واحد زوج فيه ربع قبائل انا ما كذبنيش ربي واحد مصري وواحد وهراني هاك معايا ربع قبائل مصري وهراني قال لك اخويا باذن الله غدوة نخرجوا منا ومنا وجدنا كلش لي ساكودو تاعنا امرتنا كاع مريقلين ومنا ايا رحنا لبيلك دوزو هكذا بمترو باص هذاك وصلنا ركبنا البوس هذاك ب 70 ليره لواحد وقيل الكيشان من كيشان حكمنا طاكسي فروض ايديرنا دانا ب 10 اورو ب 20 اورو تما كامل ايديرنا نورمال هكذا في ايديرنا ما مشينا ابي للواد مشينا الليل فوتنا على العسكر فوتنا على العسكر يفتشوك عادي المهم ما يلقاوش برك عندك الموس فهمتني المهم قلت لك كي وصلنا لتما وصلنا للواد هذا كاين واحد الجزيري قطع فيهم هذه الرحله تاعي الاولى ما نعرف والو قلت لك كاين واحد الجزيري قطع فيهم وفي الطريق وحنا جايين نتلاقاو غير بالناس اللي يرجعوا بالحفه القش مقطعين واحد يقول لك ضربوني واحد يقول لك اولدي ما تروحوش هاي مزيره حنا خلاص جينا واش من ما تروحش خلاص وصلنا قلت لك كاين واحد الجزيري شبابين كلاش والله هو اللي قطع فيهم يقطع بالبالان ب 20 اورو لواحد بالفلوكه هذيك وصلنا لتما قبضنا واحد الجهه تاع الواد انا وهذوك القبايل والمصري والوهراني دينا شويه ماكله بقينا ناكلو بصح ما قدرناش نقطعو نقول لك علاش قعدنا 5 ايام عند الواد شت كل ما يخرج هذيك الفلوكه كل ما تخرج كان واحد السواره ثاني يجيو يقطعو من تما شت غير توصل للضفه الاخرى تاع اليونان يخرج هذاك العسكري تاع اليونان بسم الله يجبد لك هذاك الباله ما عنده دي حاطين واحد العسه شت نشوفو فيهم كيفاه يتقبضوا ديريكت ومن بعد خفنا ما بغيناش الريسكي وفهمتني كيشغل بغينا نضربو نفوتو فهمتني المهم قلت لك بقينا نهضروا ثم قالنا واحد هذاك اللي فوت تزيري هذاك قالنا بغيتو نفوتكم ب 20 اورو لواحد بغيتو تحوسوا هنا في الشط هذا تاع الواد كاين لي بالام يرجعهم الماء جيبوا لي بالام جيبوا لي هذيك الفلوكه انا نقطعكم باطل نضت انا واحد القبايل بقينا نحوسوا تلقى البومبات تلقى وسمو المخايد هذوك تاع الهواء ومنا ومنا لي جيلي بقينا نحوسوا لقينا واحد البالام هكذا خرجناه بقينا ننفخوا فيه بقالو شويه نفزدنا له النفس ولا هايل ديناه لهذا السيد قالنا نقطعكم قالنا شوفوا وقتاش راكم واجدين اذا بغيتوا غدوه مر غدوه الماكله بدات تكمل اخويا عامر قلنا غدوه درنا رينيو في الليل حنا والقبايل هذوك والمصري والوهراني نض واحد القبايلي سبحان الله تقول ربي خبروه قال لك انا لا قال لك انا ما نقطعش يا ولدي كيف والله اسمه عامر قال لك عمر استغفر الله ماشي عامر عمر هو مبويره قلنا له يا وكيفاش جينا خلاص نسييه ويا نفوتوا ويا نرجعوا قال لك قلت لكم لا عنده واحد 4 سنين في الترك قال لي قلت لك لا انا ما نضربش ما نضربش كي نض قال ما نضربش واحد صاحب واحد اخر قال انا ثاني ما نضربش ايه يا ربي بدات تفكك الجروب قالوا هزوك والله وانا كنت مكورش بيهم المشكل شغل عجبني وفي الطريق وانا المهم ما كتبش ربي على كل حال رجعوا ربي سهل عليهم ربي وفقهم احنا القبائل الاخرين والاخر بقينا قلنا غدوه نضربوا ما فيهاش فوتنا ما فوتناش المهم ما نحسوش بالندامه المهم جينا وسيينا يا خويا غدوة الليله هذيك هضرنا مع هذاك الجزيري هذاك والله على هذاك الجزيري ربي باركه نحيف ميت بصح نستعرف به تشوف كيفاه يخدم بالوسمو قسم بالله تقول 20 سنه حديد تكنيك ربي بارك وكاين كيقول لك نوضك على 5 تاع الصباح يسموك تنوض على 5 تاع الصباح ما فيهاش زعما يديك النعاس ولا يدي الليل كامل يتكيف الصباح نوضنا جوايه 5:30 فات الدوريه الاولى تاع لابوليس قال تاع العسكر قالنا ايه نظنا القلب يضرب منا شويه ماكله بقات لنا ركبنا في هذاك البالام تزونا شويه بدا يضرب سكات داخل الماء الظلمه راني يعني نشوف برك وقتاش يبان الضوء من الهيشه عليك الضوء هذاك في وجهك المهم قطعونا شويه ماشي جزيره شغل كاين واحد الرمله هكذا طالعه واحد الطراب كي تفوت 90% من الواد كي يبقى لك 10% باش توصل لليونان فهمتني كاين واحد البلاصه هكذا عامره بالطراب يشغل يحطك ثما ويرجع هو ما يريسكيش يديك الجهه الاخرى باسكو يحكموا هكذاك يخدم خلات عليه يقتلوه بالضرب فهمتني شغل هو الريبيري دونك هبطنا غير في هذيك يبقاو لك 10 مترات طلع شويه حاشاك السروال لهنا للركبه تفوت فهمتني ماشي حاجه هبطنا في هذيك الاخرى كاع عندنا لي تليفونات وعندنا لي زونيتي انترناسيونال صرت انا نحكي على روحي كان عندي رجع
الوقت اللي هبطنا زوج صحابي الوالي هذا دروك نسيم هذا والمصري بقاو يمشيو، استغفر الله زاد معنا واحد مغربي صغير عمرو 18 سنه ولا 19 سنه غير صغير معنا شغل حنا شغل خصنا واحد باش يتكيليبر البانان ديناه هو. المهم كيفوتنا وصلنا لهذيك الجزيره هذه الصغيره، واحد الجزيره صغيره برك بالحشيش هكذا والطراب، اقطع هذا صاحبي ونسيم فيهم زياد، نسيم هذا وهذاك المصري فيهم ديما الزياده اي بغوا يبانوا الوالا ولا غير بالعقل نشوفوا كاين ما كانش، بداو يقطعوا تمشاو خلاص وصلوا للطراب تاع اليونان خلاص راهم عافسين فوق اليونان، ونسمعوا تقش 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 تاع وسمو تاع الغصان هذوك تاع الشجره كي تبقى يتكسروا شغل نسمعوا في الرجلين. نسيم نسيم قاعد نعيط له ما قدرش يسمع، انا ما قدرتش نعيط باسكو كان نعيط يسمعوني يسمعوني العسكر، انا خفت يكونوا عسكر. هي الصباح خرج جروب قبلنا ومن بعد قلنا بالك هما هذاك الجروب باسكو صعيب باش تخرج لابيست فهمتني، تخرج لابيست تاع العسكر قلنا بالك هما اللي راهم خارجين الجروب الاولاني راه يدير في الحس. يا خويا غير صاحبي نسيم هذا والمصري وصلوا للجهه الاخرى نشوفوا في الضوء، ما كاش اللي يضرب بالضوء غير العسكر مهبول طاح الراجل يضرب بالضوء في الظلمه. انا خلاص قلت حكموهم، نقول لك قلت زوج راحوا لنا وزوج تحكم وبقينا في ثلاثه ولا في اربعه خلاص شلقنطنا. راحوا صبرنا احنا نص ساعه ثم خلينا حتى سمعنا الطوموبيل ناط راحت، ونهز التليفون نعيط لنسيم هذا صاحبي قلت لك عندي ريزونيتي انترناسيونال بصح ثم الريزو تاع ترك مازال خدام باسكو برسك راك في الترك، كان عندي ترك سال عيط له قال لي وراكم، قلت له محكموكم مش، قال لي محكموناش، قال لي ما كانش العسكر، قلت له مسخر بي، قلت له ما شفتش الطوموبيل والله ربي هما معهم عليهم هذوك معهم على الحراقه سبحان الله. قال لي لا لا، قال لي يعني انا الفوق قالنا تلقى واحد المقبره وواحد الصناديق تاع النحل، قالنا رانا ثم راني يعني شافي على الروبير هذا باسكو في 2020 يا خويا عامر فهمتني تما فاتو 3 سنين. قال لي تلقى مقبره ومنا ومنا، ولا بيست هذيك لازم تقطعها في الظلمه، اذا قطعتها في الضوء يشوفوك لازم في الظلمه وتدخل الغابه تستنى النهار يفوت باش تستنى الظلمه تاع الليل باش تطلع غابه غابه تروح للبارك. المهم قلت لك شويه كوراج كملنا احنا شويه 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 قطعنا هذيك لا بيست، دخلنا في الاخر في واحد الجنينه ماشي جنينه اكشال واحد البحيره هكذا كبيره، وصاحبي القبيلي هذاك كان يحكي تركي ربي يبارك وعنده قديم شويه في الترك عنده واحد العام ولا عامين واسمه سمير. قال لي فارس، قال لي شت البلاصه اللي رانا فيها، قال لي مليار واحد طاحوا على جل الكلب تاع الفلاح حشاك حشاك درك، ما كملش الهضره بدا الكلب ينبح جاي من بعيد الفلاح جاي يخدم ارضه. يا يما كيف نديرو، والله يا خويا عامر بقينا نتبعوا هذيك الطريق الغابه 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 بصح الطريق هذيك ما تخرجش لازم تفوت في البيستات تمشي واحد 100 متر تجريها باش تدخل، وبصح ولا شافوك في 100 متر يحكموك يحكموك فهمتني، دونك لازم تمشيها ظلمه. بقينا وخرجنا واحد الطريق شغل جديده، والله يا عامر لقينا الطريق معمره بالالغام، بغيت نوريك الفوتوات دوكا بغيت نبعثهم لك بالبريفي كيما والله دوكا دوكا بغيت نوريهم لك بغيت نبعثهم لك في البريفي. المهم دوك نوريهم لك، قلت لك بقينا قنابل لا قنابل قالوا تاع الحرب العالميه ولا حاجه دوك الناس يقولوا بالك او يخرط بصح ام هنا هام هنا وهاي هنا انا وياها انا واللغم هذاك ها اي بن روغار هذاك حبيبنا لا نقسم بالله غير الغام والله كيما نقول لك والله الغام لقينا الصغار لقينا الكبار عندي هكذا فطوات والله. المهم ام يقولوا تاع بكري تاع الجير ومنا ومنا باينه ماشي تاع دوك. المهم بصح هادو ماشي تاع تاع العباد يجوا صغار، هادو تاع بالك تاع الدبابات ولا تاع الطوموبيلات باسكو هذا لازم لو بوا كبير باش يطرطق حسب علمي انا على كل هادو مطرطقين ما عباليش تلقاها حديد ما عباليش اذا مطرطقين ولا لا لا قادر يكونوا مطرطقين بصح ما شكيتش مطرطقين ويخلوهم والله ما نقدرش نفتي لك في حاجه ما نعرفش. المهم لقيناهم وصورتهم وراهم عندي. المهم اخويا شغل كي شفنا هكذاك خفنا، كانت الطريق كانوا دايروا الطريق منا الغام منا الغام واحد 10 مترات برك ولا 15 متره شغل انت تمشي في النص تعرف باللي ماكش عافس عليهم. بصح وصلنا لواحد البلاصه عاليه شويه شغل فيها الحشيش عالي شغل خفنا نعفسوا نعفس احنا شويه خوافين فهمتني خفنا نعفسوا بعد الشر على كاش حاجه والله معنا هذاك المغربي يبكي ومن كيف نديروا. قلنا نستناو الليل والله هذا سمير اخويا صاحبي هذا ما خافش قال لك انا ندير لكم طريق والله غير هو درنا طريق والله ممسي ما خرجش معايا لي زون في الغابه بصح نشهد عليه حق هو فات في الحشيش هذاك وحده وراح درنا الطريق حتى لواحد القرياج هكذا وحنا تبعنا موراه تما على رجليه اللي عفسهم وفوتنا.
فوتنا هذيك القريه خلاص لقينا صحابنا قدامنا فهمتني شغل الطريق اللي فوتوها في البيستا فوتنا احنا غابه غابه وصلنا لتما طاح بدات تطيح شويه الشتاء صبرنا شويه حتى طاح الليل خلاص قال لك نقدموا حنا كنا رايحين للبارك الاولاني اسمه كيبي كيبي اسمه كيبي البارك الاولاني خلاص في اليونان ديجا قريب لاباف تاع الترك واليونان مشينا ليله غابه وارتحنا شويه هذيك الليله باسكو تبليسه واحد صاحبنا زد رقدنا الصباح صباح هذاك باسكو ما تقدرش تمشي في الصباح تبان دونك الليله الاخرى وصلنا لوسمو وصلنا للبلاصه تاع البارك شت اخويا واحد الاحساس على بالك شغل تحس الطرب هذاك تاع الشنغن انت متخدد بخلافه تحسوا دي في روح على تاع البلاد والله شغل اوهام وخلاص تحس روحك شغل وصل نقول لك المورا طلع صاحبي هذا سامير وناسين قال لك نهبطوا نشوفوا اذا كاين الكمايل قلت الرماي قال لك نروح نشوف اذا كاين السميات باش نشوفوا اذا ليله تاع ضربه ولا لا لا يا خويا هبطوا كيما كان الحال انا بقيت المغربي والمصري وهذاك الاخر بقينا في واحد البلاصه هكذا هما هبطوا لتحت يشوفوا لا قافزين ربي يبارك الواحد ما ينكرش واحد راه في البلاد واحد راه في فرنسا رجعوا قال لك راهي مريقله كاين واحد الكاميو هذا ما شاء الله هذوك تاع لا كابين وعنده دو رومورك تما تطلع بين لي رومورك هذوك تقطع تركب وتخيط تما ما تطلعش بين الكابينه تاع الشوفير وين راه راقد يسمعك تما هذاك اللي عنده زوج رومركات تما تطلع رايح خلاص يا ولدي فرحنا قال لك الليله رانا فيها بصح تفاهمنا بشرط قسمنا ثم عرب وقبائل ما نكذبش عليك قلنا لهم حنا جروب تاع قبائل نروحوا وحدنا خلاص ما ناش رايحين نروحوا ليد لوروب خلاص درنا ايطاح مع بعض ما بقاوش نتمشاو الاخر لا انا ندير لك وقتك في لوروب خلاص قطعنا مع بعض خلاص الى هنا وتنتهي رحلتنا يا اخي واحد ما خلى الاخر قال لك مريقله قلنا لهم بغيتوا تروحوا تضربوا نتوما الاولى روحوا بغيتوا نروحوا حنا الاولى نروحوا قال لك اخويا لا قال لك بغيناكم نتوما قلنا لهم ماشي مشكل رحت انا وسامير ونسيم هذا الليله كانت ضاويه نسيت ما قلت لك الليله فيها القمر ربي يبارك هذاك النهار ضاوي ما شاء الله وكانت واحد البومبايسونس تما بقينا زحفنا شويه في التراب هذاك في الحر كان الحر هبطنا شويه لتحت قربنا للكمايل كاميو ولا بعيد من 10 متر هبطه قرياج تقطع على لابيس تاع هذيك الطريق تاع القدرو واحد القرياج صغير هكذا تاع القدرو فيه متر راك فوق الكاميو تما 10 15 متر ماشي حاجه بصح الدعوه قلت لك ضاويه المهم اخويا حتى الحشيش ما كانش تما كاين واحد الشجر مشوك برك هكذا ما تقدرش مين با تخبى بقينا مضرقين هكذا فما نستناو الشوفور اذا يتحرك الدعوه هانيه ماشي هان سمعتني يا اخويا عامر بقينا تفضل ايوا كيفاه قلت لك اخويا من بعد بقينا نستناو ما بغينا نشوفوا المانيج كيفاش اذا نضربوا ولا ما نضربوش اذا نروحوا نسيو زهرنا ولا ما نسيوش قلت لك الاخرين هذوك اللي خليناهم من فوق نركبوا حنا ومن بعد يشوفوا هما كاميو واحد اخر قلت لك كمايل لهنا لاشين واحد مور واحد بقينا نستناو ومن بعد اخويا جات واحد طوموبيل تاع لابوليس بالجيروفار ما يعجبك يتمشاو ماشي كيما تاعنا مضرقين يجي وجهك وجهه جايين من هذيك الطريق شغل راجعين زعما رايحين للترك ودار واحد الرومبوا وفاتهم هذيك لابيست اللي قلت لك كاينه تحتنا وداروا وراحوا هما وين راحوا هما طلعوا فوقنا لابيست اللي كاينه الفوق خلاص في الغابه على بالهم كي يتبعونا لوجيك مو وين تهرب للفوق بقاو يستناو فينا الفوق باسكو على بالهم دوك يجيبوا صحابهم يجروا ورانا هما شافونا وحنا الاخبر بقينا ثم دقيقه برك جات واحد الطيوطاني شاف كيما الكابين قارت في لابومبايسونس تما بقينا نشوفوا فيها هبطوا واحد ربعه من الناس ربي يبارك قد الباب اقسم بالله هبطوا ربعه راحوا جابوا واحد العصا ومن بعد ركب عاود دورها عاود دارها المهم ما فهمنا والو حنا كاع ما شكينا شنطق واحد صاحبي هذا قال لك يظهر لي هذو لابوليس قلت له ما عنباليش انا انتم لي سونسي هنا تعرفوا انا ما ايماجينيتهاش لابوليس قلت في اليونيون اوروبيان زعما يديروا تويوتا هيلوكس لابوليس ما جاتنيش في راسي المهم بقينا نستناو خي خبرك يا خويا هما طلعوا لنا معاهم فصل قلت لك واحد الضوط على بومبايسونس يضرب فينا القمر طلعوا من واحد الوسمو
واحد الحدوره هكذا اكشر واحد جبل صغير هكذا طراب برك تما من الحرف هذاك. اقسم بالله في ربع نقول لك شت الضو تاع البومبا ما يبانش، غطاوه بالكور تاعهم البومبا ما تبانلاش. ونعيط قلت لهم لابوليس، بقينا نجريو نجريو نجريو. واحد طلعوا مع الحرف هذاك محروث ربي يبارك الاخر مورسو تاع التراب قد هكذا ما تقدر تجريو وتطيح بالخلعه. انا تاع المنحيف شتي يضرب بالضو تقول راه يدير لي في اليارم، تقول راه يدير لي في سكانر، الضو يفوت فيا تاع المو انا نحيف بالخلع. بقيت نجري قلبي يضرب نجري نجري نجري. ومن بعد كاين واحد الشوك هكذا قلت لك تما بان لي واحد الضو في الشوك هذاك دخلت فيه. انا قلت خلاص نحصل كي الزاوش، تعرف الزاوش تحكمت في الضوء هذاك حصلت في القرياش كي الزاوش هكذا ما تحركش. ونسمع الكود بي، نسمع الكود بي بصح ما راش يوجع فيا. كيفاش قلت وليت صحيح ولا وشنو؟ زي غمسكين قاعدين يطرطقوا في ظهر صاحبي اللي كان مورايا بمتر ولا بزوج، قتلوه بالضرب قاعد حاشا كيطيح له بالتركيه، قتلوه بالقزوله. صاحبي ما يعرف والو في لونجلي غير بليز 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 بليز. المهم صوتوه زرقوا هذا صاحبي ناسي مسكين، نقول لك ضحكت عليه وغاضني على كل حال. الداوه الداوه قاعد نقول لك شت يدي اقسم بالله يا خويا عامر ما بغيت نحيها من الشوك، خليتها هكذاك الشوك عجبني ارتحت. بدا قلبي يتكالما نقول لك الخلعه لهنا، بدا قلبي يرتاح، بدا بديت النبضه تاع بيت رجله. نحيت يدي انا خفت بركش واحد يستناني ما يقتل لي ثاني بالضربانه. خرجت طليت هكذا طليت هكذا واش ندير؟ اما انا لو كان جيت نخدم راسي هذيك هي الضربه، هذاك هو الوقت هبط للكاميو فهمتني؟ والله لو كان سيد زهري ما بالك صدقت لي. انا طلعت طلعت من الطريق اللي جينا كان عندي تليفون قلت لك انا بقيت نحوس. طلعت شويه للغابه الظلمه ما تشوف والو. من بعد كانوا يحكوا لنا يقولوا لنا الافغان يحكموك في 70 يقتلوك ومنا، وانا ما عرفت والو قلت لك في الحرقاني. بقيت نعيط اسامير انا معيط بالصوت بالصوت، قلت خلاص قلت لهم ماذا بيا يجوا يدوني اسامير انا نسيم اسامير انا نسيم. نشوف واحد في الخيال من بعيد قاعد يقول لي هكذا، قلت لك الليله ضاويه تشوف غير الظل. اويا كيفاه نجيك؟ قلت له الليل وين نجيك؟ روح انت. قلت له وين نجيك؟ ما عندي وين نجيك والله. قاعد يقول لي قاعد يقول لي هكذا هكذا هكذا. ومن بعد قلت بالك زعما يكون بوليسي، قلت بوليسي يجي عندك واش من يقول لك هكذا في الليل الليل. ومن بعد قاعد يقول لي يا غيول ارواح يا غيول. كي قال لي يا غيول ما عرفت بلي تاعنا، كي قال لي احمر قال لي احمر روح فهمتها. قال لي بالقبيله رحت عنده عمكته تقول عندي 9 سنين ما شفتوش واش راك توحشتك وينك؟ والله قلت 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 لواحد صالح ما على باليش قاع نقول هذاك صالح. قال لي اسكت. هبطنا في واحد الواد هكذا بقينا نهضروا. قال لي فارس كيفاش درنا؟ قلت له كيف؟ قلت له كيما بغيت نديرو. قلت له والله كيما بغيت. قلت له بغيت نرجعو. قلت له انا تلمو قلت لك وليد فاميليا والله غير قلبي نقي. قلت له الدراهم عندي، قلت له الدراهم عندي انا خليت الدراهم تما في الترك. قلت له نخلص لك نعاودو نرجعو عادي. المهم سيينا كشغل المراد طلع كشغل عجبتني الريح لك شغل بارك الله فيك قاعد برك معايا والله راك فهمتني. قلت له قاعد برك معايا والله ما يفرقوناش وصاي ما يفرقوناش وصاي والله اقسم بالله. قلت لك والله قلت له قلت له شوف قلت له قلت له شغل قلت له دراهم كاين. قلت له باذن الله والله رحله نخرجوا نوليو نخدموا كوراج. ما بقيت نصبر فيه باسكو ما نكذبش عليك وراسي يما غير تليفونه باعوا باش دار رحله هذا سميره ممسي ما خرجش معايا رجله دونك نقول عليه. المهم ومن بعد واش درنا؟ قلت له مريقلام مريقلام مريقلام. قال لي فارس قال لي واش رايك نروحوا نضربوا؟ قلت له والله غير نروحوا نضربوا نروحوا. قلت له كشغل الخلعه هذيك كشغل يضرح على بالو كان يبرد قلبي ما زيرش نضرب. قلت هذه ولا ما كانش. رجعنا رجعنا يا خويا ولينا لبلاصتنا. انسان هذاك سمير فريز ما يعرف لها في الغابه انتيليجون ما نكذبش عليك فيه لي ديفو بصح اقسم بالله غير بيب. وصلنا لتحت رجعنا لبلاصتنا. كي وصلنا يا خويا لقينا واحد الكاميو قال لي استغفر الله لقينا الكاميو هذاك راح اللي كنا باغيين نروحوا فيه باسكو طولنا فينا طولنا. رجعنا لبلاصتنا للغابه هو كان مطيش كارطابلو. رقدنا حتى الصباح 11 12 نوضنا نوضته. قال لي فارس قال لي انا نروح نجيب كارطابلي. قال لي انت قعد هنا. قلت له والو. قلت له نروحوا كيف كيف ما فيهاش والله. قلت له ما قلت له ما فيهاش نروحوا تروحوا وحدك. قلت له نروحوا كيف كيف نتحكموا كيف كيف باسكو انا على بالي لو كان يحكموني ويقطعوني الواء اما على باليش مين باور راني ساكن انا ما على باليش شغل بالدراهم وما فهمتني كان عندي دراهم كان تما على بالي وراني ساكن ما علي والله ما على بالي وراني باسكو يحكموك ينحولك التليفون ما تقدرش مين بطايه. قلت له والو. قلت له نتحكم. قال لي قلت لك قاعد هنا. قال لي انا ما نتحكمش. راح الحق يتقال راح جاب كارطابلو
جاب الماء جاب التمر ولقى زوج من الناس تزيريا واحد قسنطيني واحد ما شفيتش منين المهم واحد قسنطيني راني شافي عليه باسكو صرات له قصه معنا ورجع وشفى على يشفى يا جدك يشفى شفى على بلاصتهم في الغابه وين جايه بلاصتهم في الغابه شفى عليها ذيب يا ربي هذا سمير ما شاء الله والله ارجع عندي على بالك جاب الماء منا كليت فرحت منا منا قال لي فارس قال لي لا نضربوا قال لي كاين زوج جزيريا يزيدوا معاهم منا منا قلت الحمد لله رحنا عندهم في الليل 11 تاع الليل هبطنا عند هذوك في الليل يا جدك في الغابه غابه اول مره يشوفها في حياته يشفى عليها وليد الغابه تاعتي زي وزو وليد الغابه صح المهم كي وصلنا عندهم فرحنا كي شفناهم بارطاجاو لنا شويه الويفي بعث للدار قلت لهم ان شاء الله الليله ومن انا على بالي الليله نكون في الالمان والله عرفش كاع المهم والله المهم اخويا واش درنا ضحكنا مع هذوك الجزيريا كلينا ومنا ومنا تفاهمنا قلنا لهم الليله على الوحده تاع الليل باذن الله نهبطوا البارك بعيد علينا 50 متر زعما غير الفوق اه قلنا لهم نهبطوا نسيو زهرنا قال لك مريقله هذاك قسنطيني يرقد يرقد بزاف نومو ثقيل شت نوضو ينوض يحكي معك زوج دقائق نقول دقيقه ني جاي يروح للبلاصه هذيك تلقاه داه نعاس تلقاه يرقد نومو ثقيل انا انسان شغل تلمو فيا الاخرى هذيك تاع الغربه بغيت نتغرب وكليت شحال من ضربات قلت شغل ما يدينيش نرقد وما نرقدش مرتاح على 11 على 12 الوحده ولا شحال هكذاك نوضتهم قلت لهم هيا نوضوا وجدوا رواحكم ان شاء الله نروحهم نوضتهم انا تزيري هذاك وهذوك الزوج واحد قسنطيني واحد ما على باليش هبطنا لهذيك بلاصتنا الليله هذه ما شافوناش بقينا تما عند الكاميو تما الكاميو بعيد علينا ب 20 ولا 30 متر نشوفوا فيه لتحت قلنا كيفاش نديروا قال لك هذا سمير قال لك اخويا نستناو 14 الصباح قال لك هذاك الوقت اللي ديماريو كي نبداو يسمعوا باللي امين وضو تما الوقت تاع الديماراج نهبطوا حنا نطمونطاو لتحت ان شاء الله خلاص ماشي مريقله بدينا نسمعوا الكمين ينوضوا هذا الناض هذا راح هذا منا قلت لهم نوضوا شوف اخويا عامر نوضتهم في زوج انا قلت لك رقادي خفيف نوضت هذا سمير ناض ليه نوضت هذاك قسنطيني والاخر ما شفيتش منين واش قلت لهم ما كاش كيفاش نهبطوا في اربعه على ضربان بانوا نهبطوا واحد نور واحد تروح للكاميو كل واحد يطمونطا في كاميو كماين لهنا فهمتني على نطمونطا في كاميو وما باش تحكم واحد واحد يفوت فهمتني قلنا لهم نروحوا بالواحد قال لك اخويا لا قال لك نروحوا زوج زوج هيا قلت لهم كيما بغيتوا قلت لهم مالنا وصاحبي انت وصاحبك تسبقوا ولا نسبقوا قال لك سبقوا نتوما ماشي القسنطيني اللي قال سبقوا نتوما واحد الاخرى هذاك والله غير ذيب ما عندوش النيه نقول لك علاش قالنا سبقوا نتوما الوقت اللي سبقنا انا هبط سمير هذاك الاول هبطت انا قطعنا الطريق على ذاك واحد الفرحه كي قطعنا هذاك الطريق خلاص حسيت وصل الكاميو الروضه تاع الكاميو قدامي بقينا نزحفوا شويه شويه بقينا نخيروا في الكماين هذا مقدونيا لا هذا لا هذا بقينا نخيروا في الماتريكول شغل تقول رانا ما على باليش نركبوا بالبي بقينا قلت لك نقدموا شويه واش نسمع مورايا واحد يجري قلت له سمير حكمونا نطلع كذا نلقى صاحب القسنطيني جا واقف جا تقول يوناني هو جاي يديه في الجيب ويمشي وين رايح قلت له جبدتو قلت له وين رايح انت قال لي كيفاش وين رايح قال لي راني جاي معاكم قلت له ماشي قلنا لك حتى ازحف جيب عقلك وراه صاحبك حتى نوصلوا قال لي صاحبي ما بغاش يجي شوف سبحان الله شوف الانسان الخبيث قال لي صاحبي ما بغاش يجي كذب علينا صاحبو زي غدا الرقاد سمح فيه وجا هابط سيمو بالله وراس يما العزيزه معليش كي وصلنا قلنا لهم كل واحد يطمونطا في كاميو قال لك لا قال لك نطمونطاو في ثلاث كماين وانا اكسبيريونس في المونتاج ومنا باش كي المهم دارنا واحد القوالب معليش طمونطينا في الكاميو هذاك في ثلاثه انا وهذا صاحب القسنطيني طمونطينا في السواريير هذاك ركبنا مرتاحين بصح كانت عندي بليسير في ظهري صاحبي هذا سمير مسكين طمونطا في السيوطا النص والله هذاك ما يصلحش ميم با غلطه في الطريق سوكوس تموت المهم مسكين كان مريسكي مازال ما ديماراش الكاميو هذه 6 7 8 تاع الصباح 9 10 الكمين كاع قلعوا غير هذاك ومن بعد بقيت نشوف هكذا كاش ماروضه مفشوشه علاش ما بغاش بغيت نوض نقول انت ما تخدمش هيا نروحوا واش نباتوا هنا ولا ايه طولنا ايه هيا نروحوا هما ما عم باليش واش كاين دقيق اهبط سمعت الباب هبط تحل هبط راح لواحد القهوه كاين واحد القهوه تما والسيد قد الاخر سمين راح شرا صوالح وشرا ساندويتش منك تعرف هذو لي زوروبيان ياكلوا مليح شرا ساندويتش منا يجي يدير هكذا تحت الكاميو اش كيبدا يدير هكذا عرفت هاد كمل المال ارجع للكاميو تاعو
والله ما نكذب عليك حرف يا اخي، اللي زاد في كلامه زاد في عذاب، ودار هكذا في الكاميو هذاك كان راح يضرب، عاود تقول زعما ما نظلوش، عاود هبط جا لتحت جاب اللمبه هذيك بقى يشوف فينا بالواحد، قلت شري قلت شري، قلنا قلت شري زعما نزلوا ولا طيح لنا، هبطني انا وصاحبي والاخر هذاك ثاني هبطوا، المهم هبطنا في ثلاثه. شوف سبحان الله، هضر معانا قبل ما نهبطوا، على كل حاله جاوبوا صاحبي بتركيا قال لنا تهبط وتهبطوا ولا نعيط لابوليس، كان واحد البراج تاع العسكر اون فاصلين دخلها الجهه اللي تدي للترك ماشي الجهه اللي تدي لليونان، قلنا له لا لا نو بوليس نو بوليس، قلت لنا شغلنا رايحين. اهبطنا يا خويا صوتنا الكرياج الاول البيستا نشوفوا في واحد الطوموبيل تاع لابوليس من هي، حنا طلعنا في الطريق هذيك اللي تاع الحرت اللي قلت لك هربنا فيها هذيك الليله، جرينا جرينا البوليس هذا قاعد يقول لنا هكذا ستوب ستوب حبسوا، كي شغل شفناه وما بغيناش نحبسوا، انا وصاحبي جرينا رحنا للخربه اللي تلاقينا فيها القسنطينيه اللي بتنا فيها هذيك الليله، فهمتني؟ لقينا هذاك القسنطيني تما، قلت له انت واش كدير هنا؟ قلت له انا ما جيتش، قال لي داني رقاد، قال لي صاحبي اسمح فيا. ايه قلت له انا نقول عليه ما ديماراش الكاميو، قلت له ذنوبك. ايه اقسم بالله صاحبه هذاك ستوت هذاك جاي في الطلعه جاي وحده وحده، انا يقلقني يلعب لي على المورال، بغيت نقتلو، يمشي بعقله تقول يوناني تقول عنده كارطه، يمشي بعقله البوليسي جاي موراه جابه لنا للخربه، جاب لنا البوليسي للخربه. اه ومالو كما تحكمناش جاب لنا البوليسي. شوف كون معايا وسمو هذاك القسنطيني كان مريح دار الساكوشاج هكذا على رجله ومريح هكذا دار الساكوشاج متغطي مريح برك، كي وصل كي بقينا نحكوا معاه واحد زوج دقائق وصل هذاك صاحبه الاخر، كي وصل هذاك صاحبه موراها بدقيقه دخل هذاك البوليسي البيستولي تاعي، انا تالمو اكسبيريونس شفت بها فيها الشارجور بصح شغل لينيرجي ما كانش وين تهرب، دخل بيستولي فارغ دخلنا البيستولي وقال لنا دونت موف، قال لنا بالك تحركوا هذا واش خسر علينا، كي دخل هذاك البيستولي يا خويا القسنطيني واش دار؟ سبحان الله كي يبغي ربي يسترك، دار ساكوشاج هاك على راسو بقى باين باين نشوفوا في الجزائر مدرب تبانا يشوفوا فيه، داير الساكوشاج على راسو اقسم بالله داير الساكوشاج على راسو، قالنا البوليسي هذاك طل خطره الاولى ومن بعد رجع دار لنا قالنا دونت موف ريبوندا في الراديو قال لهم اوكي، قال لهم زعما راهم هنا، جا قالنا بالك تحركوا، الوقت اللي جا لينا قالنا كنت اربعه، قالنا there is four person، قلت له لا لا، قلت له 1 2 3 في فالجيري، قلت له رانا في ثلاثه وين راهم اربعه هذو، قال لي قلت لك اربعه شفت اربعه، اقسم بالله يا عامر باين كان هنا محطوط داير ساكوشاج باين بنادم معليش ماشي بنادم باين حاجه، المهم لازم تحركوا انا بنفسي لازم نحركه، والله البوليسي هذاك والله ربي سبحانه شلوا يده، يا ربي يكون القسنطيني في الغربه، يا ربي يكون في الغربه باسكو قلبه مليح، فبالك البوليسي شلوا ربي يده ما خلاهش يتوشي هذاك الساكوشاج، تقول قال له توشيه اليوم نديك، والله ما بغيتو شي ساكوشاج وداونا في ثلاثه وهذاك قاعد تما، وانا غير جيت خارج الساكودو تاعك تفضل، وهذاك اللي خليها اللي سمح فيه صاحبو ذاك هو كان معانا هذاك حكمات ولا بوليس معانا، هو اللي جاب لنا البوليسي انا وسامير وهذاك السيد، لقيتوه ثم اللي كان راقد اللي كان راقد، اسمعني قلت لك كنا ربعه قسنطيني وصاحبو اللي سمح فيه وهذوك وانا وصاحبي، انا وصاحبي قلت لك جرينا للخربه، كي وصلنا للخربه لقينا القسنطيني اللي يديه الرقاد لقيناه في الخربه مرياح، اي خلاص فهمتك، سمى ذاك اللي سلك، ايه هو اللي سلك باسكو قلبو مليح داه الرقاد وما حكموش البوليسي، سبحان الله السطره من عند ربي سبحانه، دانا هذاك البوليسي قال لي ما بغاش يطلق هذيك تاع اربعه، قال لي كنتو ربعه، قال لي كانوا ربعه، قلت له والله، قلت له والله ثلاثه، قلت له انا وهذا، قال لي معليش، قال لي علاش ما حبستوش كي قلت لكم حبسوا، قلت له لا غير شفناك، قلت له خفنا، قلت له قعد على بها ما قدرناش، شغل كي قلت له خفنا شغل حسها قلتها من قلبي، قال لي معليش، قال لي خلاص، جابوا لنا هذيك الكاميونه تاعهم واحد القريط ولا هكذا كبونا كي الغنم من اللور، قفلوا علينا ما مرمدونا كاع، يدير مارشاريير ومن بعد يدير برومي باش يتلف لك كاع راسك ما تشفاش على الطريق، المهم دوحونا كاع تقول رايب روبونا، داونا للواد ما ضربونا ما والو، اللي قال لك ضربونا كذب عليك ما داروا لنا والو، حكى معنا جونتي بالقدر ما درنا والو، وصلونا للواد فتشونا واحد التفتيش ما كانش، هبطونا للواد قطعونا حد ما قال لحد،
وصلنا لسمو هذاك لقينا الخطافين. الوقت هذا كانت بدات تزير ان شاء الله، مازال شويه الحاله متلوقه. داونا لسمو ركبنا الخطاف لشيري نيفلر، بقينا في شيري، وصلنا لهذيك الدار قلت لك، هو كان شافي سامير هذا صاحبي، وصلنا لهذيك تاع الدار شيري نيفلر، هبطوا صحابنا جابوا لنا شويه دراهم، خلصنا هذيك 100 طورو تاع الخطاف، الامور مليقله ومنا ومنا. ومن بعد هما كانوا يخدموا، هذا اللي تحكم الاولاني قلت لك اللي كان يدي الخبط وقال لي قول بليز، هذاك نسيم لقيناه في الدار هذيك باسكو رجعوه انا وصاحبي، رجعونا هذاك النهار. المهم هذاك نسيم فرح كي شافنا ومنا ومنا، قالنا الحمد لله على سلامتكم ومنا. وهما بقاو يخدموا اخويا عامر، وانا قلت لك كان عندي دراهم علاش نخدم، راح نخدم انا 12 ساعه باش يعطي لي انا شحال من الليره، انا قلت نصرف من دراهمي. والله كانوا يخدموا ونسلف لهم وكنت مطهلي فيهم، اقسم بالله حق طهليه. بقينا نخططوا للرحله الزوجه، قعدنا واحد 25 يوم برا، ومن بعد قلنا نروحوا نديروا بلغاريا، قلنا نسيو بالك يكتب ربي. رحنا يا خويا مع واحد السيد اسمه امير عزي، ما دبرنا الكونتاكت تاعو، امورات منا منا منا، تلاقينا في واحد القهوه ما نعرفش البلايص في التركانة، نسيو زعما الرحله تاعنا الزوجه. علما انه الرحله تاعنا الزوجه انا اللي في 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 في, في, في ثلاثه، كنا ثلاثة برك أنا والآخر، أنا اللي خلصتها كامل باسكو شغل قلت رجالة ومنا ولاد فاميلي وما عندهمش صح دورو، ما عندهمش شغل ما جايش نخليهم، فهمتني؟ قلت ندير معاهم هذيك 300 200 200 ديجا الخطاف برك من 80 أورو، تسمى ثلاث خطافين راك 80 ميستي راك 240 الخطاف، فهمتني؟ ما كنتش نفهم والله، رانا سلكت لهم أخويا عامر أقسم بالله، اللي قال لك يكذب يجي يقول زعما بالشهادة. تفضل. قد طلعت معك الدراهم حبيبنا انت؟ والله طلعت دراهم انا معايا حتى ل 60 مليون. ديت واحد 2700 ديت معايا دراهم، اقسم بالله يا خويا قلت لك سبحان الله. والله يا خويا اللي زاد في كلامه زاد في عذابه، خلصت لهم الرحله الزوجه، كانوا يخدموا كنت نصرف عليهم، كنت زعما نسلف لهم يروحوا يخدموا، كي تكمل السمانه في الترك خلاص بالسمانه، كي تكمل السمانه يجوا يرجعوا لي، كي يرجعوا لي يلقاو رجعوا لي كلش ما عندهمش، نعاود نسلف لهم، فهمتني؟ شغل قلت لهم على راكم تخدموا قاعد نسلف لكم وخلاص. المهم اخويا بقيت نسلف لهم، نطهلي فيهم واكلين شاربين. والله كنت في الدار نطيب نعرضهم، ما عنديش شت ما نديرش هكذا، تسيتيت ما نديروش معاهم، وقفت معاهم رجله. كي رحنا نديروا رحله شرينا كل شيء اللي كتب منا، شرينا ذاك الحمص تاع لي بواط ومنا ومنا منا، بصح ندمت قالك انا عرفت هذاك سمير ما يخرجش راجل دورو ما نخلصهالوش، ونقولها له فيه وجوه على كل حال. المهم قلت لك رحنا في الغابه، رحنا في ثلاثه وصلنا لواحد القهوه لقينا مريحين، خبرك سمعنا واحد يحكي قبيليه مليح في التليفون، قال له ان شاء الله ما سير صغار منا من قال زعما الليله نخرج، اطلت فيها كذا وحده قبيلي وحده، قلت له واك وحدك؟ قال لي ايه، قلت له روح معنا. خرج منا من اولي خرج قريب فاميلتي، فهمتني؟ خرج معرفتي مليح، بصح ما حلبتوش هذيك دقيقه ان شاء الله تحلبت له معرفه، برك خفت ان نلونسي واش كاين. اقعد معانا ومنا كلينا ضحكنا ومنا، حتى جاء هذاك السيد قالنا بالواحد خرجوا للفورغو، بالواحد خرجنا للفورغو، ركبنا في هذاك الفورغو داونا الكيركلارلي، الكيركلي اللي الناس يعيطوا لها كيركلي. ومن بعد وصلنا لوسمو، وصلنا لهذيك الحدود، طلعونا حتى الكرياج، قطعوا هذاك الكرياج ودخلنا، ومشيت 9 ايام في الغابه وصلت لزيمينيستا. زيمينيستا هذه واحد لاكار تاع التران، الركبه منها سهله باسكو علاش؟ باسكو ما تسحق تشري بيه من برا، البيي يشروه داخل التران، تسمى صافي ديجا ان افونتاج كي تشري البيي داخل التران، كي شغل حاجه مليحه فهمتني، ما يقولكش مول التران وين راه البيي، تسمى خلص واسكت. شوف اخويا محمد اخويا عامر، دراهم حنا نغلفوهم وناكلوهم، فهمتني؟ ناكلوهم من بعد نخرجوهم حاشاك. هذا سمير كلا دراهمه وما قدرش يخرجهم، وقال لك انا الله يسهل ديروا لي حل. تما خلصت لك الرحله وعطيت لك 50 ليفا وزيد نخرج لك من دراهم كل حشيش كل روحك كل رجلك الله يسهل، شو راح ندير لك انا؟ باباك انا. قال لي يا خويا وانا قلبي حنين ما كاش كيفاش نسمح فيه. والله يا خويا واش ندير، انا كانت عندي 100 ليفا، هما عندهم 50 انا عندي استغفر الله، هما عندهم 25 انا عندي 50 ليفا، بس كان شفت عندي الدوبل تاعهم. كي وصل هذاك الترا واش كاين لابس؟ يا جدك رايح لاوروبا لابس سيرفيتمون
سير فيتمون متكمش هكذا. انا والله كان عندي كلاسور، واحد الكلاسور كيما هكذا، كتاب نلعبها نقرانا ولا ما انا برقاوش، يقول في الكتاب هذاك تركيا باش نبان شويه ارتست فلاكار ما يتحلبوليش والله. المهم ومن بعد كي بقينا اخويا في هذيك لاكاروتيير بقينا نستناو، وصلنا بكري على التران. بقيت سقسيت وحده بلغاريه في نابلونجلي، قلت لها على قداش جيت ترا؟ قالت لي على 8 ونص ولا 28 الا ما كذبنيش ربي. قلت لها خلاص دقيقه يا خويا، بداو يدوروا هذوك لي زاجون تاع لاكار لابسين الاورانج، راك تعرف في اوروبا هذه ما تفرق بين البوليسي والخدام تاع لاكار، كاع لابسين انيقين كاع مستيكين ما تفرقش، تشوفوا تخاف. ايوم بعد جاوا عندنا وير ار يو فروم، منا قاعدين قصروا منا ضحكوا معانا. نقول لك ما نقدرش نقول لك هما اللي شكمونا، نقول لك علاش. باسكو كي قعدنا تما جات وحده اقسم بالله لو كانت توقفني انا وياها وتجيب لابوليس تاع العنصريين في الدنيا هذا تقول لهم شكون الحراق هذا ولا هذه، يقول لك هذه هي الحراقه. شباب خير منها، الظريف خير منها، شعري ماشط خير منها، الريحه خير منها، شومي هي تقول لابسه سيرفيت موسخه دخان، والله ما تقول عليها كاع بلغاريه. شكرك تستنى منها. المهم معليش دقيقه جات ترى احنا ما فهمناش كيفاش يركبوا في هذاك الترا. واحد يفوت من واحد يفوت من الترا، منين راح الترا اللي راح نركبوا فيها منا؟ ريسكي. رحت عند واحد لاجون قلت له رانا رايحين اسمها لا كابيتال تاعها راهي هنا على لساني. المهم قلت لها رانا رايحين العاصمه، والله غير تلفت لي تلمو عندي مده ما خممتش فيها. قلت لها رانا رايحين العاصمه تاع بلغاريا. قال لي خلاص، قال لي هذه هي. بقينا السنين كي جا هذاك الترا رحنا الترا عنده واحد ليزيسكالي واحد دوزيسكالي هكذا تطلع فيهم صوفيا، وكتبها لي السيد صوفيا. تكليكي على الباب هذاك يتحل تركب داخل الترا قديم بصح واحد السخانه داخل، الجو مليح، الكليما هايل. دخلنا لداخل الترا هذاك، قلنا كل واحد يروح الكابيني، كل واحد يروح الغرفه، ماشي في الغابه مع بعض دوكا مع بعض وحنا باينين عينين كحوله. ركبت انا ركبت في واحد لاكابين هكذا فيها زوج بنات من عالم اخر زعما ربي يبارك صيفتهم ايه في الجمال. ركبت معاهم، شت كي ركبت هكذا درت هكذا ما بغيتش نتحرك، كل ما بغيتش نقول ما بغيت نشوف فيهم ما بغيت ندير فوج. قلت لواحد يسكت لعل وعسى يفوت فيه جرت هذا الزين بالك. بقيت ساكت نلعبها نشوف في الطاقه زعما نشوف نشد في التليفون تاع فاصون اوروبيان هذاك تاع تاع واحد كبير في السن ماشي تاع واحد موال. لعبتها جونتي من داك نجبد كتاب منا دقيقه بدا يفوت الكونترول وفات عندهم منا عطى لهم تيكي قال لي يور تيكيت. قلت له اي دون هاف، قلت له عطيها بموني. جبت هذيك ال 50 ريال 50 ليفا تهبلني الريال هذيك ال 50 ليفا من الكتاب عطيتها له. كي عطيت له هذيك ال 50 ليفا بغى يرجع لي الصرف، يفتح هذا صاحبي لاكابين هذا السيد اللي ما عندوش الاخر، فهمتني؟ حنا باسكو كيف تفاهمنا انا قلت له كي يعطي لي الصرف نجي عندك لاكابين الاخرى. انا ما باليش بلي الحاله مزيره داخل ولاجون دو كونترول يتمشى بالاسم وبالراديو. كي جا تما من بعد كي جا هذا صاحبي شاف في هذاك الكونترول قال له قال له وات دو يو وونت. ومن بعد قلت له هاك، قلت له تو بيرسون، قلت له في زوج. قال لي تو تو، قال لي انت قلت له ما يعرفش مليح هذاك ثاني اونجلي. قال لي نو 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 نو، قال لي نو، قال لي بوليس، قال لي مش فيش هذيك البلاصه اللي جايه قدام الاخر زيمينيستا. قال لي يامبول راني شافي علوها. قال لي اي ويل كال يامبول بوليس. قلت له ولدي ومنا ومنا ومنا، دار هكذا هز التليفون تاعو قال له يامبول بوليس. داروا لنا فلاري تاع يامبول، جينا هابطين هبطونا لقينا لابوليس هذوك. الحقيقه ما نكذبش عليك هذاك سمير والله لابوليس تاع يامبول هذوك ما عرفوش باسكو شغل في وجههم ما شاء الله ما عرفوش. يقول لك فات قدامهم حتى قاعد يعيط لهم هذاك لاجون قال لهم هذاك راحوا جبدوا هكذا متريكو تاعهم وقفونا تما داروا لهم لي مينوت. انا قلت له عندي 16 سنه ما دارليش لي مينوت، سبحان الله الاحترام حتى وانا حراق احترمني. قلت له عندي 16 سنه ما دارليش لي مينوت، هذوك صحابي دار لهم لي مينوت يا خويا. هضروا معانا ومنا قالنا علاش جيتوا علاش هكذا. راك تعرف الخورتي هذاك، واحد يقول له انا عندي مشكل في البلاد، هذوك اللي كوميك ما يمشوش. قالنا منين جيتوا؟ قلنا لهم جينا من رومانيا. قلنا لهم دخلنا من رومانيا ولازم ترجعوا لنا لرومانيا، كيف انا ما دخلتش للترك ترجعني للترك ما عندكش الحق. قلنا زعما ما كاش ما نلعبوها نعرفوا. قال لك صاي، قال لك مريك نرجعوكم لرومانيا. هذوك واسمهم لابوليس تاعهم هذوك جونتي دقيقه يجوا هذوك بوردر بوليس لابوليس تاع الحدود. داونا لواحد البلاصه هكذا، جا واحد لابوليس واحد اخرين ان شاء الله عسكر. اقسم بالله هذاك بنادم مازالو قدام عيني، واحد الحدايدي ربي يبارك
شفت كي داونا لواحد البلاصه تلاقيت بالناس اللي نسقسيه يعرفوا، عينيه خضوره وسمو وصلع واحد ويضرب يقتلك بالضرب. نقول لك طيبهم كاع بالضرب، انا ما جاتوش عليا، ما بالي عجبتهم، انا قاعد ندير غير هاك اللعبه نحشم ما ضربنيش. داونا الحدود قالنا رجعوكم، كي وصلنا للحدود قالنا راكم في تركيا، قلت له بصح جينا لرومانيا. قال لي انت الوحيد اللي ما ديتش دقك حابنا. قال لي غير اسكت غير اسكت برك. لا قلت له خلاص انت تعرف، قلت له بغيت دينا الاليزي دينا الاليزي. فتح لنا هذاك القرياش كي تهبط بالاخر يعطي لك وحده بالقزوله اللي هنا للظهر ولا يصرق لك مليح ويدخلك. كشر ما طولوش معانا، شفت الطريق اللي درناه فيه 9 ايام خسروا علينا في 40 دقيقه. حلنا هذاك القرياج بالكود بي، انا مازال عندي واحد المارة اللي هنا في يدي، القرياج هذاك نحالي من يدي اللحمة والله باسكو مشوك هذاك القرياج. دخلونا في القرياج هذاك، بقينا نمشوا زعما نحوسوا على الفيلاج الاولاني باش نديروا التاويل باش نروحوا زعما لوسمها الاسطنبول. حنا عبالنا كيما هذيك تاع اليونان كي العسكري يحوسوا لك طاكسي ومنا ومن، عبالنا عادي ما عبالناش تبدلت العقليه ولا يدوا للكامب عامر اخويا. لقينا كاميو تاع العسكر قالنا اسطنبول اسطنبول، تقول له ريسيفور داونا ركبنا حنا عبالنا اسطنبول، عطونا السواره الماكله ومنا داونا عند الجندرما بصمونا ومنا ومنا السواره هذاك. قالنا يا ويحكم لو كان يقول واحد اسمه غلط، لو كان تعطي اسمك غلط قالنا والله يجبدوك يقتلوك بالضرب. اعطي لنا كاع كل ببو، اعطي لنا اسماءنا صحاح، جزائر لعبها لنا لعبها لنا لعبناها زعما مجاهدين، وري فروم الجيريا زعما حاجه كبيره، الناس تقول فلسطين تقول سوريا باش تسلك من الحبس، حنا لعبناها زعما واعرين. عباك شحال فوت؟ فوت 11 شهر حبس، 11 شهر كان الناس قاع داروا ديبو. دخلت الداونه بسمونا في الجدارميه امورات الداونه الكركلي الكامب تاع كركلي راني يعني شافي عليه كيما اليوم. الداونه دخلونا كي دخلنا للداخل ونسمعوا هذا عنده شهرين، شفت الكبير عنده شهرين، عندي لا شهرين هذوك بانوا لي بانوا لي حاجه كبيره، خفت احنا خاطينا الحبس سبحان الله، انا ولد فاميليا واش داني للحبس انا. ومن بعد قال لك الحل الوحيد باش تخرج منا قال لك لازم تجيب باسبورك تهبط للبلاد. شو غير هذه ما تصراش، نهبط انا للبلاد نولي ضحكه نموت هنا وما نهبطش نكذب عليك في مارو. والله نولي انا والله البابا يعلقني من السروال واكل له 60 مليون وجاي لهنا وراجع بخدودك، ما تزوجت ما حرقت ما والو جاي الله يذبحني والله. سمعت شي خازل صح الكارثة العظمى هذه هي، بصح اللي خلق ما يضيع دوك توصل للنهاية وتعجبك. المهم واش درت اخويا؟ قعدنا في الكامب هذا قاعدين نسقسيو كل يوم بدينا شوف شومبرا. انا كنت في البي في البي بير بلوك بي، كنت في ليطاج الاول كنت في شومبرا 78. شومبرا فيها 14 بنادم 18 20 الافغان مغاربة سوارع عراقيين كاع يخرجوا، المغاربة يخرجوا سوارع يخرجوا استغفر الله المغاربة ما يخرجوش، الفلسطينيين يخرجوا السواري يخرجوا العراقيين يخرجوا، مغربي تونس جزائري حنا هما السكان الاصليين تاع الكامب. ما على باليش واش درنا، يعيطوا لنا ما على باليش علي بابا، المهم يكرهونا ما يحبوناش. المهم قلت لك عطاو لي شومبر، قلت عطاو لي شومبر عطاو لي سرير. بقينا عايشين تما كل يوم ماكله، يجيب لك ماكله الصباح شكل الكلب 12 من ذاك يهبطونا لتحت من ذاك يجيبوها لنا الفوق العشاء. نقول لك عشت أسوأ أيام العمر والله نكذب عليك. المهم عانيت معاناة كبيرة في هذاك الكامب، واحد أربع شهور ما عيطش للدار باسكو ما عنديش كارت انترناسيونال باش نعيط لهم والله. ما بغيتش نقول لك بالتعبير هذا داروا جنازتي، ما بغيتش نقولها لك بالضبط هذا والله يا أخو، ما بغيتش نقولها لك بالتعبير هذا، قلت لك وصلت يديروا جنازتي كي شغل خلاص نحاوني فارس هذا إنسان مات. خويا يبعث للناس يعيط للكونسولات ومنا. انا كنت عندي كارت انت ناسيونال نعيط بها للترك، كانوا يعيطوها لي العراقيين صحابي. كي نعيط للكونسول واش يقول لي الخامج؟ كنت نقول له حنا تزيريه روح طلفينا عندي 4 شهور. قال لي ما على 4 شهور تاك، قال لي ناس عندهم 7 شهور وما قالوش انت 4 شهور تشكي. كونسول تاعنا في الترك على بالك منا نوجهلو من هذا المنبر شمكار كما يقولوا المغاربه، الكونسول تاع الجزائر في الترك فوايو ستان فوايو على بالك انسان يلبس لاكوست سراق على بالك، والله العلي العظيم مع احتراماتي اللي يلبسوا لاكوست رجال عليه اقسم بالله يحكي بواحد لافا واسمه نصر الدين من ام البواقي ومن بعد جبت طالع عليه وليد الحرام. نعيط له في التليفون نقول له شتو كي يهبطوا لنا عند هذاك التحت عند ما على باش كيف يسموا له هذاك الامير ولا هذاك التحت
مدير الكامب هذاك زعما يهضر معانا يقولوا لنا لازم تجيبوا باسبوراتكم ومننا قلت انا ما نجيبش باسبور، قلت انا نموت لك هنا ما نهبطش للبلا، انا قاعد هنا عام يقول لنا بير سنه ايكي سنه وش سنه، قلت له كاتشي ستيورم شحال بغيت ماشي مشكل، قلت له قاعد لك انا هنا. قال لي خلاص ما ولينا معروفين حنا لي زونسيين، لي زونسيين ولينا غير قلال، ولينا واحد 7 ولا 8 اللي عندنا 7 شهور 8 شهور ضربنا جبدة، اللي يجي نقول له 7 شهور يخاف يعيط على باسبور، حنا والفنا خلاص فهمتني. ايا كي كنت معيط للكونسول واش يقول لك؟ يقول لك ضرب الحبس، يقول لك انا ما تعيط ليش، يقول لك اذا خصاتك دواء ولا ضربوك ولا داروا لك الشامه نجيك. من داك ثاني بالك عنده الحق وحنا ما عرفناش، يقول لك باش نجي نخرجك، يقول لك هذه بلاد هما فارس ما عندي ما ندير لك، يقول لك هذه عنده الحق زعما يقول لك انا ماشي البلاد قانون داخلي تاع البلاد، هو صحيح حقروك ولا يضربوك ولا يجرحوك ولا صح قالنا يجيب لك لي سي باسي. قالنا شغل ما عندي ما ندير لك، قال لي انا نساعدك تهبط للبلاد من غير هذا الشيء ما نخرجكش، قال لي حباس اضرب حبسك وخرج، قال لي عام تخرج. قلت له خلاص. قال لي لو كان يزيد يشكي لي واسمه باللي كاين واحد حاب يهبط وما كاش باسبور، قال لي نجي نهبط عزرينكم كاع، نجي نبصمكم كاع. قلت له انا غير ما تخربش فيا، قلت له فارس راه ساكن في، قلت له انا خاطيني، قلت له ما ندير مشاكل ما نضرب روحي الحمي مسقم ومرات، قلت له انا نفوت في حبسي نجي خارج نروح نتغرب والله ربي يسهل عليه. قال لي خلاص، قال لي انا ما نجيكمش المهم خطونا من المشاكل. واك تعرف كل يوم دبزه في الكامب تنوض مع الافغان، المهم حنا والمغاربه والتوانسه هكذاك خاوه دبزوا مع الافغان لتحت النوضوا الفيلمات النوضوا في الماكل، المهم شبعنا الضرب شبعت الدق تما يهبطوني للانفرادين ضرب 4 ايام وحدي. المهم ليامات الاخرين بديت ندير المشاكل باسكو جا واحد زوج جزائريه قال لك المشاكل هما الحل، وما المشاكل ماشي هما الحل الحقيقه. كي وصلت 9 شهور داوني لوسمو داوني البورصه داروا لنا باشكاكا بنات كحله داروا لنا باشكا المامور، المامور صح هذاك اسمه المامور هذاك اللي يهتم بالقضايا زعما تاع الجزائر ولا تاع سوريا اللي يسقسيك، داوني باشكاكا قلت لسوريا البورصه. شتي وصلت للبورصه كنت ضارب 9، قلت له قالوا لي شتي كي نقول المامور هذاك ضارب 9 يشد راسه 9 فكر كلي، قال لي نورمال ماكش مهبول ديما يجيبوا لي بسيكو اذا مهبول ولا ماشي مهبول، قلت له انا صحيح على البسيكو تاعك وين راجعني لهبال هذا، قال لي كيفاش شت بورصه هذاك، قلت لهم الله يستركم خلوني افي هنا لا كولوني لا كولوني الماكله يخرجوني الصباح نتهوى الشمس سبور البالو الباسكت لي غوفان ليك العساسين هذوك نعم الناس فارس فارس محتارمين ما يطيح لك ما يسبك يهضروا جونتي تخصك دواء يعطي لك، كانوا مطهلين فينا. ولقيت واحد السواره في مولا عراقيين بوكوتيكي كنت يوميا نهضر مع الدار هذاك الوقت، وليت ابوني مع التليفون عندهم يشريو كارت انترناسيونال كانت تسوى 70 ليره ولا 80 ليره هذاك الوقت اونوار وعلى بالهم بلي راك في السجن في الدار والله يلعن بالهم. ديما نقول لهم السمانه الجايه ديما السمانه الجايه ان شاء الله انا خارجين، لا لا وخرج صاحبي انا السمانه الجايه انا هكذا انا هكذا، قتلتهم بالقليان بقيت غير نقلي عليهم باش نصبرهم. خاوتي يقولوا لي كيما بغيت، بغيت ترجع مرحبا، بغيت تقعد مرحبا، قالوا لنا انسى الغلطه هذيك انسى 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 كي شغلك شغل. انا بقات لي هذيك الحرقه في قلبي كيفاش نقابل وانا راك تعرف هضره الناس الوالدين ما بغيتش نجرحهم، بغيت نخبطهم بفوطو من لا توريفال ويتهناو خلاص. المهم ما كتبش ربي قلت لك بضربت كملت في بورصه من 9 حتى ل 11 و3 ايام راني شافي لها، بقاو لي 27 يوم نخرج 27 يوم هذوك اخويا واش داروا لي؟ جاوا صوروني خسروا عليا فوطو غدوه لي مينوت داوني للكونسولا ما حلبونيش خلاص ما حلبونيش الكونسول انت هو فارس، قلت له ايه، قال لي داو معايا واحد 3 ولا 4 جزائريه باش يديروا لهم لي سي باسي، كي شاف كواطي قال لهم لا لا قال لهم هذا ما عندوش فوطو تاع باسبور، قال له ما نديرلوش لي سي باسي، قلت له وي جوستوم، قلت له هذيك هي، قلت له ما نديرلوش لي سي باسي، قلت له انا ما عنديش باسبور ماشي من حقك دير لي لي سي باسي. قال لي ما ندير لكش بصح لازم تهبط، قلت له علاش نهبط سيد الكونسيل، قلت له علاش، قلت له انا ضرب 11 شهر و3 ايام، قلت له باقي لي 27 يوم علاش تهبطني، قال لي لا لا قال لي انا قال لي كاين واحد دخل عاود خرج منا منا منا، قال لي شوف قال لي كاين واحد القاعده، قال لي انا ما نجيكش نجيبوك نهبطك، ما حلبنيش كاع، جابوا لي غير الزبده والمقروط، جابوا لنا الكونفيتير تما في الكونسيلا قهوه البلاد، ما بغيتش ناكل، قلت له خلوني نكمل 27 يوم تاعي، قلت له نكملهم حاشاك في الطواليت، قفلوا عليا في الطواليت نكملهم. قال لي يا فارس، قال لي والله ما عندنا ما نديروا لك، ايه باسكو لا كولوني هذاك قلت لك بورصه، قال لي والله جابوك، قال لي والله نعشي داير المشاكل لروحي. على كل حال هذاك الكونسول كان هذاك لاجوا تاعو كحاكم لانتيريم متربي ومنا، قال لي يا فارس قال لي اسمح لي اسمح لي
قال لي عن بالي صعيبه الا غالب. قلت له معليش اخويا دار لي لي سي باس، سلمت امري لله وقبلت هذيك الفكره وعادي، وقبلت باللي 11 شهر وثلاث ايام ونهبط للبلاد. شوف من جهه حزنت من جهه فرحت، توحشت الوالدي، توحشت خاوتي، توحشت. نقول لك في حياتي ما قلت لخويا توحشتك كي كنت في الحبس، قلت له توحشتك. حنا في الدار زعما كلمه نحبك هذه عيب، كلمه توحشتك عيب. ان شاء الله كي تلحق تقول له اخوك على ذاك الخطره قلت لهم توحشتك وطرتك بالدموع شغل والله حسيت روحي صح توحشتو على بالك. والله صراو لي واحد الصوالح ما قدرتش نحكيهم. المهم يا خويا داروا لي لي سي باسي، هبطوني غدوه من داك. قالوا لي ندير لك لي مينوت ولا لا؟ قلت له فكونا متبهدايل، قلت له ما خصنيش لي مينوت، قلت له حياتي كاع وانا مقنوط 11 شهر وانا في شومبرا زي تخصني لي مينوت. قلت له هبطونا جونتي، قلت له انا وليد فاميليا ما نضرب روحي ما عندي لا ما والو. ديجا انا خاطيني هذاك الضريب، انا يقول لي تخبش روحك تخرج، ما نخبش روحي انا خويا لحمي عزيز، هذه هي عقليتي. المهم داونا لايروبور، داونا غدوه من داك باش يهبطونا. في واحد سته منا هبطوا، هذوك اربعه بقينا حنا زوج، انا وواحد بومرداسي يحكي التركيه كي القبيلي، ربي يبارك قبيلي ثاني هو ربي يوفقه من هذا المنبر ان شاء الله. كي وصلنا لايروبور شفت الجدارميه اقسم بالله يخرجوا يخلوا الباب تاع الهيجر هذاك مفتوح، والله غير اللي ما بغاش يهرب حبسوا لنا في الطريق. كانت الهربه وراه القلب اللي يهرب، وكما قال له هذاك وراه القلب اللي ينساك، وراه القلب اللي يهرب. انا ميت، ما كليت كي الناس، ما عشت كي الناس، مورالي طاح، بغيت غير نروح لبلادي شغل. ما خلاص شغل واحد سلم امره لله، شغل ربي كتبها لي لعله خير خلاص. ومن بعد يا خويا داونا لايروبور، بقينا شفت الجدارميه دخلونا دخل لايروبور على كل حال ما عندك وين تهرب. دخلونا كان واحد الجدارمي معنا واسمه محمد، والجدارميه تاع الترك معروفين ولاد حرام يقطعوا. هذاك محمد هذاك ديروا في الجرح طبره، قال لي يوك تركيش، قال لي عربي مسلم، هو هذوك تاع بورصه يحكيوا شويه عربيه، يحكي معايا فارس كيف حالك، يحكي شويه عربيه. بقينا قلت له انا ثاني مثل انت في الجزائر، انا جاب داركي ومنا ومنا شغل عجبوا الحال، بقينا نقصروا منا ما يضحكنا الشيء اللي كتبوا ربي. لحقت التسعة ولا العشرة تاع الليل ركبونا في الاخر، كان واحد جزيري ما نعرفوش من الناس اللي راهم هابطين معانا، قاعد يقول لهم عيب عليكم علاش تعبطونا، هبطونا كلاكي عطونا حالة وزرية واش نقول لك، هبطونا ما بغيتش نقول، ما كانش القش ما كانش مرمدين كاع باينين اللحية الشعور منا سنية كان كاع طايحين حتى جيت القطر فرجع لي ربي خدمتهم الحمد لله. المهم قلت لكم بعد هبطونا دخلونا في الطيار، جاو هذوك الجزيرية يعطونا كوكا شغل، انا تعاطف هذاك شغل ضرني في قلبي، ما نحبش نكون معرض للتعاطف، انا نبغي نكون ما نحبش الشفقه صح. المهم دخلونا في لايف فيو، دخلونا حنا الاولى داروا لنا الكراسه مع اللور، قالوا لنا نجوا معاكم، قالوا لنا ما نجوا معاكم ما والو انتم عاقلين. الله غير ركبنا شعبك نشوف الطياره ديجيتال ماكله العباد زجاج ما مانش كي ثمانيه جدك في التيك هذيك في تركيش ايرلاين، يا ربي بقيت نمس في التيك في الكتمان هذاك نديروا فيه وذنيه نسيه وذنيه اذا نسمع سي هذه نعاود ما مانش باللي راه مازالني حي ومازال فيا الحياه ودمي مازال يمشي ديجيتال شغل. حسيت روحي خلاص انا في راسي ما درت فيها واحد الفيلم استغليت نعاود نخرج نعاود منا حتى وصلت للجزائر هبطوني للبلاد. يضرب لك هذاك الصهد تاع خروبه تاع اسمه تاع ضربي تاع الايروبور، هبطونا في الايروبور جاونا هذاك لابوليس. اسمك كركلي ولا البلاد؟ والله يا خويا غير كركلي ولا البلاد، دوك كان يطلقوك بصح ماشي يخلوك في كركلي، يطلقوك ولا البلاد ولا البلاد راني نقولها عن الاخر. كي كملنا خويا قلت لك هبطونا في البلاد، جاني هذاك البوليسي هذاك حالتي وحاله هبطوكم ديبور. قلت له هبطونا ديبور وشنو؟ قال لي روحوا معايا دخلوا لي ويحكي بواحد لافاسو. قال لي دخل له بصموني داروا لي الامورات منا قال لي برهن لي بلي انت تزيري. قلت له ماكش شارب لالاك انت، ما شربتش لالاك ولا شارب الدواء ولا واكل لا اسمه لانات، برهن لك انا بلي تزيري على وجه تاع الماني هذا واش مبين لك انا. قلت له قال لي انا جيب لي كارتا تاعك. يمين راح نجيب لك الكارطة؟ قلت له انا كاش ما راني شافي على حاجه. قال لي والله ما نطلقوكم انا حتى تجيبوا الكارطة. قلت له ما عنديش تليفون باش نعيط. قلت له راني شافي على واحد النيميرو تاع خويا ما عباليش الى خدام، عطاني النيميرو تاع اجراءات قانونيه. هذه اجراءات قانونيه صح.
جرات قانونية. ما ظلموكش. ما ظلمونيش، لا لك شو، أنا تقلقت برك بك عاد قالها لي بلا فاصون قنعني بلا أنت تزير بلي أنت تزيري، تمسخر بيا سيدي هضر معاك قبيلية، تقول لي قنعني بلي تزيري أنا من حلب أنا من اسمه الدرعة. قلت له ماشي مشكل. بقيت عيطت لخويا كان الليلة عيطت له ريبوند عليا ما منوش هكا، قلت لهم زعما هبطوني ومنا فرحوا على كل حال. قال لي خلاص دوك نبعثها لك ومنا ومنا ومنا، بعثوا لي لاكارت تاعك. لاكارت تاعي قلت لهم بعثوا لي النيميرو تاع خويا، من النيميرو تاع خويا البوليسي في واتساب شافها ومنا. قال لي خلاص دوك تزيري. قلت له لا لا وقيله شويه برك ماشي مليح. خرجونا من المطار، جيت خارج شت حالتي تشف لي شف لي شف نشف، وانا بقى فيا والو، بقى فيا غير لسان غير الهضره. خرجت برا جا واحد تزيري عندي قال لي ديبور ياك. قلت له غير ديبور؟ قلت له كيف عرفتني؟ قال لي باين، قال لي حالتك حاله، قال لي شوف، قال لي جي معايا. قلت له نجي معاك وين رحت نروح. قلت له دير لي كاش ما حل ولا داني ربي يذكره بالخير. عطاني 200,000 اقسم بالله، قال لي شريك القش نحفف لك نعطيك دراهم نشريك تليفون. ما على باليش واش اقسم بالله يا خويا، ما عندي نيميرو تاعو ما عندي والو عليه. قلت له لا لا، قلت له خلص لي برك الطاكسي الخروبه، ديني الخروبه ولا خلص لي الطاكسي الخروبه واعطي لي هذيك 80,000 من خروبه ولا 50,000 شحال يدي البوس اللي بجايه. قال لي خلاص، عطى لي 200,000 وكلني دار لي كل خير. قال لي نحف لك. قلت له لا لا، قلت له روح لبجايه. قلت له عطيك، عطيت لي 200,000. ركبت في البوس، خويا كان يستنى فيها في بجايه، حففت ومنا ومنا. دخلت للدار يا حياتي ما عندك خويا، هذاك النهار عندك خويا ومنا وفرحت ومنا اقسم بالله. ايا نقول لك من بعد بدا يدخل لي الروتور تاع البلاد، وين كنت كيف رجعت وحالتي الاولى وحالتي الزوجه. وخويا مسكين على بالك شغل يعطي لي فوق طاقته هاك هاك، بغاو يصرف ما بغاونيش نحس في الدار باللي راني زعما راك درت غلطه. ومن عادي فارس يتظهرك مرحبا بك راك بين خوتك، وانا عندي خويا اقسم بالله نبيع كلوتين نعطيها له. خويا الكبير داليس نبيع كلوه نعطيها له. نقول لك خويا ما كاش اللي عنده خوف في الدنيا كيما خويا، زعما مع احترامات لكاع الناس والله خويا هذا فري لي زوم يبيع يدير كلشي على جالي ربي يحفظه ان شاء الله. قال لي مسكين ما تقلقش، بكينا مع بعض فرحنا. قال لي مرحبا بك راك في دارك. قال لي الدراهم كاين، نبيع الطوموبيل نبعثك بوطي سريع فيزا. قال لي ما يخصك والو. نقول لك عباك نحس في روحي في البلاد بلي مرفه وانا دورو ما عنديش، بديت نحوس على خيوط السريع. انسان لاباس بيه، عندي 120 ولا ما عندي والو. خويا قال لي ما يخصك والو، قال لي انا نبعثك مسكين والله. بقيت نحوس، حوست البوطي حوست هكذا ومنا ومنا ومنا، ما لقيتش خيط صحيح. لقيت غير اللي يقول لك سبق لي 20 سبق لي 30.